السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الفرقة الأولى بالمجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سنتناول مشيئة الله سبحانه وتعالى درسا جديدا من دروس التربية الدينية الإسلامية، وهو الدرس الأول في الوحدة الثالثة بعنوان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. أولا دعونا نتعرف ما معنى الرحمة عامة. ما معنى كلمة رحمة؟ الرحمة صفة من معانيها الشفقة، العفو، التسامح، والمغفرة. اختارها الله سبحانه وتعالى صفة لذاته، لأننا نعلم جميعا أن من صفات الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم. يبقى إذن اختارها الله سبحانه وتعالى صفة لذاته. طيب، طالما ذلك، ماذا تعني في حق الله سبحانه وتعالى كصفة من صفات الله سبحانه وتعالى؟ تعني إيصال الخير والإحسان للخلق، فسمى نفسه بالرحمن واختارها صفة لأفعاله، وأيضا سمى نفسه الرحيم. لذا كان من الدعاء المأثور يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة. يأتي هنا سؤال، ما الفرق بين الرحمن، كلمة الرحمن وكلمة الرحيم؟ كل منهما مشتق من الرحمة، تمام؟ كلا الكلمتين أو اللفظتين مشتق من الرحمة، ولكن هناك فرق في المعنى. إيه الفرق ما بين الكلمتين دول؟ الرحمن تعني رحمة الله بعباده مؤمنين وكافرين، بعباده جميعا على اختلاف ديانتهم. الرحيم تعني رحمة الله بالمؤمنين في الآخرة خاصة. يبقى رحمة الله سبحانه وتعالى في الآخرة بالمؤمنين خاصة، دي كلمة الرحيم. في القرآن الكريم أيضا نرى أن الملائكة تتوسل إلى ربها وتثني عليه بالرحمة. كل هذا من الأدلة على رحمة الله سبحانه وتعالى، أو على أن كلمة الرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. يقول لك دلل على ذلك، اذكر دليل من القرآن الكريم على ذلك، وهكذا. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن الأدلة على رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الرحمة صفة لذات الله سبحانه وتعالى، أن رحمة الله سبحانه وتعالى تبلغ ما بلغ علمه، حتى أنها تصيب النملة في جحرها والحوت في البحر والجنين في بطن أمه. واللي دلل على ذلك، بين ذلك، هذه هي الأدلة. رسولنا الكريم سبحانه وتعالى يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزء، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، من ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. إذن دي كانت معنى الرحمة. وما معنى كلمة الرحمة كصفة من صفات الله سبحانه وتعالى؟ الفرق بين الرحمن والرحيم، والأدلة على رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، من ضمن الأدلة على رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أرسل إلينا رسولنا الكريم، فهو الرحمة المهداة. رسولنا الكريم هو الرحمة المهداة. يأتي في الامتحان، الرسول أرسل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. دلل على ذلك، وضح ذلك، ناقش ذلك، وهكذا. نرى مع بعض التوضيح. إذا كانت مظاهر رحمة الله بالإحسان بالإنسان كثيرة، أو رحمة الله بالإحسان للإنسان كثيرة ومتنوعة، فإن إرسال الرسل والأنبياء وإنزال الكتب السماوية من مظاهر هذه الرحمة. ونقف بك أمام الرسول الكريم بوصف أهم مظهر لهذه الرحمة لنعرف أثره في العالمين. فقد نطق القرآن الكريم في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تأتي سؤال في الامتحان بين ذلك، هيقول لك أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يعد التجسيد العملي في القول والفعل والتطبيق لهذا الدين الذي يتضح في أوامره ونواهيه
بالرحمة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين كافة. وهكذا أيضا من ضمن الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، هناك العديد من المشاهد والعديد من المواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على رحمته، ودي قد تأتي سؤال منفصل. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بمشاهد تدل على رحمته، دلل على ذلك. هيقول لك: لا شك أن سيرته مليئة بذلك، تدل على رحمته التي فتح الله بها القلوب وأحيا بها النفوس. مثال ذلك: جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. عفوا، قال: أترضاه لأختك؟ وهكذا في كل مرة، حتى أخرج الرغبة من نفسه ثم دعا له. هذا أيضا دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في مع الناس، وفي تعامله مع الناس، وكيفية نصحهم. هكذا كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت حياته مع الناس. لم يغضب من أحد قط، لم يضيق صدره من ضعفهم البشري، ولا احتجز لنفسه شيئا من أغراض الحياة، بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة الندية، ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكريم. وما من واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلأ قلبه بحبه، نتيجة لما أفاض صلى الله عليه وسلم من نفسه الكبيرة الرحيبة، ونتيجة لما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسماحة والود والإخاء. بذلك يكون قد انتهى ذلك الجزء في الدرس، اللي هو الجزء الأول في درس رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وهنا تدريبات أو بعض الأسئلة على هذا الجزء: ما المقصود بالرحمن والرحيم؟ أو ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ اثبت بالأدلة أن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. اذكر بعض مظاهر الرحمة التي تلمسها بحواسك ويمتلئ الكون بها من حولك. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.